مساء الخير. طقس ربيع معتدل اللي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بيستمر للايام القادمه، ودرجات الحراره بتكفي دون معدلاتها الموسميه لشهر حزيران، انما بترتفع بشكل بسيط خلال الويك اند. اذا جو صافي قليل الغيوم الى غائم جزئيا لبكره، وكيف رح تتسجل درجات الحراره بمختلف المناطق اللبنانيه منشوف سوا. نبدأ من شمال، وعكار عم بتسجل 28 درجة، طرابلس 30، العاصمة بيروت وصور عم بسجلوا 28 درجة، ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 31، اللقلوق 18، زحل 30، وجزين 25 درجة. نسبة رطوبة ساحلا بتوصل لل 75%، الرياح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 وال 35 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمائج. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للسبت والأحد جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع تكون للضباب المحلي على المرتفعات، والرياح بتكون ناشطة، أما درجات الحرارة فبتسجل 29 درجة لنهار السبت و 28 درجة لنهار الأحد. للتنين والتلاتة جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، الرياح تستمر ناشطة خاصة بالشمال، أما درجات الحرارة فبتسجل 28 درجة على الساحل. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.